تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، امتداد طريق القاهرة الإسماعيلية وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة ومحاور وكباري الربط الجديدة مع أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة. ووجه الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق، كما شدد الرئيس على الالتزام الدقيق بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية.